حقق فريق وزارة الداخلية لقب بطولة الاتحادات العسكرية الرابعة للرماية التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي خلال الفترة من 27 وحتى 29 من شهر مايو الجاري على ميادين اتحاد الشرطة الرياضي بمشاركة منتسبي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني. وتمكن فريق وزارة الداخلية من تحقيق 9 ميداليات متنوعة المعدن، منها 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين، فيما تمكن فريق وزارة الدفاع من تحقيق المركز الثاني ب5 ميداليات، منها ذهبيتين وفضية واحدة وبرونزيتين، فيما احتل فريق الحرس الوطني المركز الثالث بتحقيقه 4 ميداليات متنوعة. وفي الحفل الختامي للبطولة قام رئيس اتحاد الشرطة الرياضية اللواء وليد الشهاب وممثلي الاتحادات العسكرية الرياضية بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى بالبطولة. بالفعل احنا نهتم اكثر شيء في الانشطة الرياضية التي تتعلق برجل الامن مثل الرماية، وهي اللي تساعد دائما الى مواجهة التحديات في عمله وايضا تبادل خبراته بين اخوانه، هذه اللي تفيده. اليوم عندنا في هذه البطولة 3 منافسات، كانت البندقية والرماية الثابتة وأيضا الرماية المتحركة اللي طبعا بدأنا ندخلها جديد على المنافسات، أكثر صار لها الحين هذه السنة الثالثة، وهي أكثر رماية يحتاجها رجل الأمن أو المواجهات في أبنائنا مع أبنائنا العسكريين لمواجهة التحديات، هي الرماية المتحركة اللي يحتاجها في الميدان، وأيضا الرماية الثابتة ورماية البندقية. اليوم في هذه البطولة شهدت البطولة منافسات قوية، وهذا اتضح من خلال النتائج والدرجات ومتابعتها، يعني تقريبا الدرجات تكون موحدة ولكن يفرق في الأهداف بالذات، يعني إن كثرت العشرات، يمكن أخواننا في الرماية يدرون كثرت العشرات ولكن تلاقي النتيجة واحدة. بالنسبة حق الاكتساح، يمكن لأنه يمكن الفريق هذا يمكن داش بطولات في السابق وما زال قاعد يستمر فيها، والبطولة هذه بالنسبة حق الوحدات العسكرية الثانية شوية يكون مثلا يعني بدأوا فيها متأخر، أما هم بالعكس بنشاط أكثر، الدفاع قدم مستوى أفضل، الحرس الوطني قام يقدم مستوى أفضل، فهي البطولة مو مقتصرة على الرمايات، هي اتحادات الشرطة العسكرية هي فيها جميع اللعبات أو البطولات سواء كانت عسكرية أو رياضية. طبعا بجميع الوحدات سواء كان وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو هيئة الشرطة الحرس الوطني تقام بطولات داخلية ما بين الوحدات، سواء مثلا بالنسبة حق وزارة الداخلية ما بين القطاعات، من خلالها تأخذ أنت المستوى اللي يكون التارجت ماله الهدف ماله أعلى أو مستوياته بالنسبة حق الأوائل، وتستمر أنت معاهم بتدريبات لما تشارك فيها بقطاع الوزارات أو الاتحادات الشرطة العسكرية. عميد حمد خورشيد من وزارة الداخلية. هذه البطولات يعني تحقق المنافسة وتحقق التدريب وترفع من حتى الكفاءة ومهارة نفس المنتسبي الوزارات هذه. طيب كانت صعوبات فيها البطولة سيناريوهات في الرماية أو شيء ولا؟ طبعا في كل بطولة لها سيناريو، كل بطولة لها وضعها، خصوصا لما تكون البطولة بميدانك ولا مو ميدانك، هذا كله يفرق لك يعني، ويفرق على 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 حتى مستوى التدريب يعني. توقعت المركز الأول وكأس تفوق العام؟ احنا متوقعين ان شاء الله المركز الاول في المسدس وكذلك حتى الرماية العملية، وانا متوقع طبعا يعني مركز بالمنصة، والحمد لله حققت المركز هذا. والحاصل على المركز الاول في البطولة الرماية العملية فردي وكيل اول ضابط علي عبد الله علي من وزارة الداخلية. الله يعطيكم العافية. طبعا أول شيء بدينا احنا المشوار الفوز هذا بالتدريب، طبعا اتحاد الشرطة كان له دور كبير في عملية التدريب، سبق عملية الفوز طبعا يعني تدريب لمدة شهر، من خلالها قدرنا يعني نتدرب فترة الصباحية والمسائية، والحمد لله يعني بتوفيق من رب العالمين قدرنا نحصل المركز الأول. شو كانت الأهداف والسيناريو أو شيء؟ طبعا يتم تحديد السيناريو يعني مسبقا،
ويتدربون على القطاعات المشاركة من خلال رسم كروكي، ومن بعدها ندش على البطولة وتمر الرماية. والله يعني ما شاء الله ويانا هم أبطال ويانا، يعني ما تقول ناس زينين عندهم مهارة وقدرنا ناخذ المركز الأول الحمد لله. وبتسعة ميداليات ذهبية حصل فريق وزارة الداخلية على كأس التفوق العام في بطولة الاتحادات العسكرية الرابعة للرماية.